ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مريم جميل. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان تنضموا لعائلتنا على اليوتيوب. الفيديو ده هكلمكم فيه على انواع لفات الحجاب المناسبه لشكل وشك. لو انت مهتمه كملي الفيديو. اهلا تاني يا بنات. الفيديو ده يا بنات مش هقعد اقسم فيه كل تقسيمه لكل وش، واتكلم اللي يناسبها لفات من لفات الحجاب والقماش اللي يناسبه والكلام ده. هديكي رول او اتنين تمشي عليها ايا كان رسمه وشك ايه. خليني اتكلم عن اشكال الوش بشكل سريع قوي. عندنا وش بيبقى مدور زي وشي، هتلاقي فوق زي تحت مع تدميره. في وش مثلا بيبقى مثلث من هنا، مثلا بيبقى عريض ونازل مثلث تحت، او العكس بيبقى عريض من هنا وطالع القورة او الجبهة بتبقى صغيرة خالص. في وش بيبقى دايموند او ماسي، بيبقى من هنا رفيع ومن هنا رفيع ومن هنا عريض. في وش بيبقى طويل خالص، وفي وش بيضاوي. ايه كمان؟ في وش بيبقى مربع من هنا ومن هنا، الفك عريض والجبهة من فوق عريضة والقورة كمان كبيرة. طيب انتي لما تقلبي على النت وتقعدي تشوفي شكل الحجاب المناسب للوش الفلاني هتتوهي بصراحة. هتلاقي كل حد بيديكي رأي، وهتلاقي نفسك تهتي ما بين انا وشي انهي. فانا هديكي الخلاصة في رول واحدة: اعملي بالانس لوشك، او اعملي توازن لوشك. بمعنى الحجاب زي ما انت عارفة بيغطي كل حاجة، هيغطي رقبتك، هيغطي شعرك، هيغطي ودانك، فهو بس هيحدد وشك. فانتي وانتي بتلفي اللفة خليكي حريصة ان انتي يبقى فيه توازن، تخلقي توازن. بمعنى انا مثلا وشي مدور، فبتعمد ان انا الف اللفة السايبة دي عشان لما بصوا لو مثلا جيت تنيته كده ايه اللي بيطلع؟ بيطلع عندي خدود وهنا لغد. فعشان كده انا بتعمد ان انا اسيبها لوز شوية بحيث ان يبقى فيه توازن ما بين فوق وتحت، ويبان عظم وشي محدد بشكل انعم. طيب فرضا انتي وشك طويل مثلا، طويل اعني ان هو طويل مش بيضاوي، بلاش تعملي اللفة المثلثة دي، لانه اللفة المثلثة دي هتخلي وشك، بصي انا لما هعملها هي اوريدي هتطول لي وشي، وانا وشي مدور، فما بالك انتي وانتي وشك طويل وتقومي عاملة لفة مثلثة، فهيبقى وشك طويل بزيادة قوي. انتي كده ما خلقتيش بالانس. فانتي لو وشك طويل يا اما تقدمي البندانة لقدام شوية بحيث ان انتي تصغري وشك، او ان انتي تلفي لفة مدورة عادي وتحاولي بقى تبرزي اي جزء في وشك، العظم اللي على الجنب، يعني تحددي وشك تحديدة دائرية اكتر. بالنسبة للوش الطويل برضو الطرحة السايبة مش احسن حاجة ليها، لان هي هتطول وشك اكتر. طيب خلينا نفترض ان انتي وشك قلبي اللي هو من هنا عريض ومن هنا رفيع. ما ينفعش مثلا وانتي هنا عريض تقومي مثلا منزلة البندانة اكتر ومصغرة من تحت خالص، ولهذا السبب برضو انا ما ينفعش انزل البندانة وابينها عشان انا وشي مدور. بس let's say انه واحدة وشها، انه واحدة مثلا قريتها عريضة ومن تحت رفيع، فبرضو ما ينفعش تعرضيها من فوق وتيجي من تحت تبقي ماسكة الطرحة قوي كده. حل ان انتي تحاولي تتحكمي بالبندانة وتحاولي تغطي عرض قرتك من الجناب، ومن هنا ترجعي الطرحة شوية عشان تبرزي العظم شوية فتخلقي بالانس. ونفس الحكاية لو انتي مثلا قرتك عريضة والشعر راجع لورا، تتحكمي في تحديدة وشك بالبندانة، تقدميها شوية، تجيبيها من هنا شوية، ترجعيها شوية، فانتي بتلعبي بالبندانة. الوش البيضاوي بقى ده هو الوش المثالي بالنسبة للحجاب. تقدري تعملي بيه اي لفة، تطولي، تقصري، تلفي، تعمليها سايبة زي ما تحبي. لو انتي بقى وشك مربع يعني من فوق مثلا عريض من تحت عريض، هتعملي ايه؟ هتحجمي من فوق بالبندانة، وانت
وانت بتلفي برضو حاولي ان انت ايه تغطي ال، لو انت مش عايزاها صعبه بتحاولي شويه تغطي العظم اللي هنا. مع اني بصراحه بحب العظم اللي هنا قوي، بس مش دايما بيبقى احسن حاجه مع الحجاب، او ممكن يبقى عريض بزياده مع الحجاب لو انت لو انت لفه الحجاب لفه عاديه مش لوز. الوش الماسي مثلا اللي هو من هنا رفيع ومن هنا رفيع بس من هنا عريض، انت ما تيجي تلفي الطرحه ما تتنهاش من هنا. الحل ان انت تقربي الطرحه من هنا شويه عشان تعملي بالانس لوشك. بصوا مثلا انا لو عملت كده هيبقى من تحت عريض قوي، لو عملت كده شويه وشي قلب على بيضاوي بصراحه يعني حاسه ان اللفه دي لطيفه برضو مش وحشه. يعني اول مره احس ان انا ممكن الف اللفه دي وتبقى خدودي مش بارزه قوي. بس هخبي كمان العظم اللي تحت، هبين بس يا دوب حته دقن صغيره لان انا عندي عظم من هنا عريض الجو لاين بتاعي، فهخبيه على قد ما اقدر. المشكله ان هو مكمل، مش مشكله يعني مشكله في اللفه دي ان هو مكمل، فهغطي خالص حتى التكمله. باين حته خفيفه كده برضو. حاجة صغيرة ممكن بتتعمل بالحجاب ممكن ما تناسبش شكل وش معين، زي ان انت مثلا ترفعي شعرك. الحركة دي طبعا مش الضخمة او الضخمة قوي، دي يعني ادمت قوي وشكلها صعب الصراحة. لو مجرد ترفعي شعرك حاجة صغيرة مش شعرك الطبيعي مش بالتوكة، ده بيبقى مناسب للي وشهم مثلا صغير او مربع او دائري، لان هي لما بتنزلي الحجاب بيدي كده بيخلي شكل وشك يبان اطول، لانه الحجاب بينزل بشكل انعم فبيبين وشك اطول. فالحركه دي مش مناسبه خالص للي وشهم طويل لانها هتطول وشهم اكتر، فدي حاجه ممكن تخلي بالكم منها لا لو وشه طويل ولا لو وشه بيضاوي. في حاجه كمان ممكن تخلوا بالكم منها وانتوا بتلفوا الطرحه، انت ممكن فعلا تلفي طرحه مناسبه قوي لشكل وشك وبعد كده اول ما تيجي تحطيها على كتفك او على حسب طريقه اللفه بتاعت الكتف ممكن تبوظي اللي انت عملتيه او البالانسينج او خلق التوازن اللي انت عملتيه فوق. زي مثلا انا لفيت اللفه دي وجيت كنت عايزه ارجع دول عشان شكل هدومي بتاع النهارده مثلا، انا عايزه اللفه تبقى لورا. فلو جيت ومسكت من هنا بتخلي بالك من التفاصيل الصغيره، لو جيت ومسكت ورجعت كده هتلاقوا ان انا بقى باين ان انا ضخمه من هنا، عشان كده انا بخليها سايبه سنه. مش لازم تبيني رقبتك، انت عارفه انه اصلا المفروض تغطي رقبتك، فانا استخدمت طرف الحجاب نفسه ان انا اغطي رقبتي، بس في نفس الوقت خليتها سايبه شويه. كده يا بنات انا عرفتكم الرول اللي انتوا ممكن تمشوا عليها عشان توصلي لطريقه لفه الحجاب المناسبه ليكي. ان شاء الله في الفيديو الجاي هعمل 3 4 لفات كده مناسبه لوشي، وممكن اتكلم عن لفات مناسبه للوشوش الثانيه هطبقها يعني قدامكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وما تنسيش تعملي سبسكرايب، واستنوني في الفيديوز الجديده. ما تنسوش برضو تكتبوا لي تعليقاتكم واسئلتكم تحت الفيديو وايه الفيديوز الجديده اللي انتوا حابين نتكلم عنها. وشكرا ليكم. Bye-bye.